هناك قوافل مساعدة ستكون من العراق إلى غزة. زين، من حضر اليوم؟ هل هي مختصر الأمر على فقط أبناء تيار صدري أم هذه التلبية لنداء وطن؟ ماذا شاهدت أنت؟ كل الأطياف الشعب العراقي حاضرة، سنة وشيعة عرب وأكراد، كل حاضرة. الرسالة نحن مع غزة، نقول معكم معكم لا مع عدوكم. مظاهرة مليونية وصلاة مليونية دعا لها سماحة الزعيم العراقي مقتدى الصدر في ساحة التحرير، ساحة النصر، ساحة الحرية التي تنبعث منها القوة والشجاعة لدعم أخواتنا في جمهورية غزة التي اسمها سماحة الزعيم العراقي مقتدى الصدر. هذا الزحف المليوني الذي جاء من كل محافظات العراق راهن عليه سماحة الزعيم العراقي مقتدى الصدر كي يكون قوة لإخواننا المجاهدين هنالك. على الدول العربية لا تتوقف فقط على المظاهرات والاستنكارات، وإنما يجب أن تكون هناك مساندة طبية غذائية حتى عسكرية في الوقت الحاضر.